السلام عليكم يا شباب. النهاردة هنبدأ فصل جديد وهو فصل التقدير، ودي هتكون أول محاضرة فيه إن شاء الله. الباب السابع في كتاب مقدمة للطرق الإحصائية للدكتور جلال مصطفى الصياد ومحمد الدسوقي حبيب هيكون عن التقدير، وهو ده اللي احنا ممكن تستعينوا بيه في الجزء دوت من المنهج اللي احنا هنشرحه اللي هو التقدير. تقدروا ترجعوا للباب السابع في الكتاب. في البداية هنفرق مع بعض الطرق الإحصائية. إن إحنا عندنا زي ما قلنا في تعريف الإحصاء، يا إما بيقوم على إحصاء وصفي أو إحصاء استدلالي، وهو دولت الفرعين فروع الإحصاء. الإحصاء الوصفي بيهتم أساسا بأن هو يعمل تلخيص للظاهرة في شكل جدول، في شكل رسم بياني، في شكل مقاييس إحصائية بسيطة زي الوسط الحسابي والوسيط والتباين، حساب معاملات الاختلاف. كل ديت كانت إحصاء وصفي، ودي اللي احنا درسناها في مبادئ إحصاء واحد. مبادئ إحصاء اتنين احنا قلنا إن هي هتعتمد أساسا على الإحصاء الاستدلالي. في الإحصاء الاستدلالي احنا بنعمل يا إما تقدير يا إما اختبارات الفروض. دول الفرعين للإحصاء الاستدلالي اللي احنا هنهتم بدراستهم في الفترة اللي جاية من المنهج معانا. التقدير هو اللي احنا هنبتدي بيه دلوقتي زي ما قلنا. في البداية عايزين نعرف يعني ايه تقدير احصائي. التقدير الاحصائي هو عملية تقدير معلمة المجتمع المجهولة باستخدام احصاء عينة مناسب، وهذه العينة مسحوبة من المجتمع محل الدراسة. بمعنى ان احنا بيكون عندنا معلمة خاصة بالمجتمع، والمعلمة ديت مجهولة، احنا ما نعرفش عنها قيمتها قد ايه. وبالتالي زي ما قلنا ان احنا بنسحب عينة مناسبة، والعينة ديت بنحسب لها احصاء محسوب من العينة بنسميه احصاء العينة. بنستخدم الإحصاء دوت في إن احنا نعرف منه معلومة عن معلمة المجتمع. العينة دي طبعا بنسحبها من المجتمع محل الدراسة وبنحسب لها الإحصاء، وبنحاول إن احنا من خلال الإحصاء المحسوب من العينة نفهم حاجة عن معلمة المجتمع أو نقدر معلمة المجتمع. هو دوت التقدير الإحصائي. طيب التقدير الإحصائي زي ما احنا هنتعلم هو تقدير نوعين، ممكن أعمل تقدير بنقطة أو تقدير بفترة. يعني ايه تقدير بنقطة وتقدير بفترة؟ الفرق ما بينهم بسيط جدا. التقدير بنقطة يعني ان انا بقدر المعلمة بتاعة المجتمع المجهولة ديت باستخدام قيمة واحدة او نقطة واحدة، بنسميه تقدير بنقطة، يعني قيمة واحدة بس هي ديت اللي بستخدمها في تقدير معلمة المجتمع. اللي هي ايه القيمة ديت؟ هي احصاء العينة. زي ما قلنا ان احنا بنسحب عينة من المجتمع، العينة ديت بنحسب لها حاجة اللي هي احصاء العينة. بستخدم إحصاء العينة دوت كتقدير لمعلمة المجتمع. القيمة اللي بحسبها من العينة زي كأني مثلا بسحب عينة من المجتمع وبحسب لها المتوسط اللي هو الإكس بار، وبقول هنا إن الإكس بار هو العينة اللي هو إحصاء العينة، هو عبارة عن تقدير للمعلمة بتاعة المجتمع اللي هو الميو. ده تقدير بنقطة، هقول إن الميو هي بتساوي الإكس بار، ده كده التقدير بنقطة للمتوسط بتاع المجتمع. طيب كده فهمنا التقدير بنقطة. طب أمال التقدير بفترة؟ التقدير بفترة يعني إن أنا بوجد فترة من القيم المحتملة للمعلمة باستخدام المعلومات التي نحصل عليها من عينة واحدة، ويتم حساب هذه الفترة بالاعتماد على إحصاء العينة، برضو الإحصاء اللي إحنا حسبناه من العينة، بس بنعتمد كمان على التوزيع الاحتمالي أو توزيع المعاينة لإحصاء العينة. بمعنى إن أنا بقول مثلا إن متوسط المجتمع مش هقدر أقول إن هو بقى بيساوي على طول الإكس بار كتقدير بنقطة، لا، تقدير بفترة إن أنا هقول بقى يتراوح ما بين كذا وكذا لحد أدنى وحد أعلى، بيبقى موجود في فترة معينة، ده تقدير بفترة. لكن مش بقول إن هو بيساوي قيمة معينة اللي هو التقدير بنقطة، لا، تقدير بفترة إن أنا بجيب حد أدنى وحد أعلى للمعلمة الخاصة بالمجتمع، وده بيكون بالاعتماد على برضو العينة اللي أنا بسحبها، وبحسب لها الإحصاء العينة، وبحسب لي الإحصاء التوزيع الاحتمالي أو توزيع المعاينة المناسب للإحصاء المحسوب من العينة دوت. ومن خلال المعلومات دي ببتدي إن أنا أعمل فترة للمعلمة بتاعة المجتمع، وهو ده التقدير بفترة. طيب في التقدير الإحصائي أنا ببقى عندي المجتمع محل الدراسة. لو أنا مهتمة بدراسة أو بحساب المتوسط الميو للمجتمع كله، والمتوسط عندي دوت غير معلوم، طب بعمل إيه؟ باخد عينة اللي هي جزء من مفردات المجتمع. العينة ديت ببتدي العينة دي ولتكن إن هي عينة عشوائية، طبعا من أبسط وأفضل أنواع العينات واسهلها في السحب، هحسب لها المتوسط بتاع العينه اللي هو الاكس بار، نفترض ان هو بيساوي 50. من هنا هقدر اقول ان انا متاكد بدرجه ثقه معينه ولتكن 95%
إن متوسط المجتمع اللي هو الميو يتراوح ما بين قيمتين وهما 40 و60. 40 هي الحد الأدنى و60 هي الحد الأعلى. طيب يعني إيه 95% درجة ثقة؟ يعني لو أنا عندي المجتمع بتاعي سحبت منه كل العينات الممكنة اللي ليها حجم معين، وحسبت لكل العينات ديت فترات ثقة لمتوسط المجتمع، هلاقي إن 95% من العينات المسحوبة ديت أو من فترات الثقة اللي مسحوبة من كل العينات، 95% من فترات الثقة موجود فيها بتحتوي بالفعل على الميو اللي هي المتوسط الحقيقي للمجتمع. طيب ال 5% الباقيين بقى من فترات الثقة المحسوبين من العينات، باقي ال 100%، ال 5% من فترات الثقة الأخرى لا تحتوي على المتوسط الحقيقي للمجتمع، لا تحتوي على الميو. هنتكلم دلوقتي على التقدير بنقطة بشيء من التفصيل. التقدير بنقطة يعطي قيمة واحدة فقط بناء على المعلومات من عينة واحدة فقط. يعني أنا بحسب دلوقتي مهتمة بدراسة معلمة ما في المجتمع، فببتدي إن أنا أسحب عينة واحدة فقط وبحسب للعينة ديت إحصاء العينة، وببتدي أقول يبقى تقدير المعلمة الخاصة بالمجتمع بنقطة هو عبارة عن الإحصاء المحسوب من العينة. طيب بيميز التقدير بنقطة دوت إن هو إيه؟ لا يعطي أي معلومات عن مدى قرب أو بعد هذه القيمة عن القيمة الحقيقية في المجتمع، أي معلمة المجتمع. يعني بس هو بيقول إن تقدير المعلمة بتاعة المجتمع بنقطة بيساوي إحصاء العينة، ولكن ما بيقوليش قد إيه القيمة المحسوبة من العينة ديت قريبة أو بعيدة قد إيه عن القيمة الحقيقية أو معلمة المجتمع. مثال لكده، لو أنا عندي عينة مسحوبة من المجتمع وحسبت لها المتوسط ظاهرة ما، وكان المتوسط دوت هو الاكس بار بيساوي 50، زي ما احنا شايفين هنا عندنا الاكس بار بيساوي 50، ده محسوب من العينة. وبالتالي فإن التقدير بنقطة لمتوسط الظاهرة دي في المجتمع يساوي 50. يعني التقدير بنقطة هيقول لي إن متوسط المعلمة الخاص، إن قيمة المعلمة الخاصة بالمجتمع اللي هي المتوسط لو أنا مهتمية بيه، التقدير بنقطة للمتوسط بتاع المجتمع هو بيساوي الإحصاء المحسوب من العينة في الحالة بتاعتنا الإكس بار بتساوي 50. يبقى هقول يبقى تقدير بنقطة، التقدير بنقطة للميو هو بيساوي 50 هو الآخر. هنتعرف دلوقتي على خصائص المقدر الجيد. خصائص المقدر الجيد طبعا في مجموعة من الخصائص لو توفرت في المقدر المحسوب فبقدر أوصفه إن هو جيد. من أهم هذه الخصائص هي عدم التحيز والاتساق. عدم التحيز معناه إن المقدر بتاعي اللي أنا حاسبه من العينة دوت هيكون غير متحيز لو كانت المقدر دوت توقعه بيساوي المعلمة الحقيقية الخاصة بالمجتمع. بمعنى إيه؟ بمعنى لو أنا عندي الكيس مول، الكيس مول ده لو كان مقدر محسوب من العينة وكانت الكيل كابيتال دي هي معلمة بتاعة المجتمع، هي القيمة بتاعة معلمة المجتمع، فإن الكيس مول اللي هو المقدر المحسوب من العينة امتى هقول عليه غير متحيز لكي كابيتال؟ هيكون امتى تقدير غير متحيز لمعلمة المجتمع؟ اذا كان التوقع المحسوب للكي، اذا كان توقع المقدر المحسوب من العينة بيساوي المعلمة الحقيقية للمجتمع. يعني لو حسبت المقدر، لو انا جبت المقدر المحسوب من العينة وجبت له التوقع ليه، لو كان توقع المقدر بيساوي القيمة الحقيقية لمعلمة المجتمع ده معناه إن المقدر دوت غير متحيز. وعدم التحيز دي يعني خاصية مهمة إنها تتوفر في المقدر علشان يكون مقدر جيد لمعلمة المجتمع. طيب دي أول خاصية من خصائص المقدر الجيد. الخاصية التانية هي خاصية الاتساق. خاصية الاتساق معناها إيه؟ معناها إن تباين المقدر المحسوب من العينة يتناقص إلى الصفر، التباين بيصغر قوي مع زيادة حجم العينة اللي هي الـ N small. معناها إن أنا كل ما بكبر حجم العينة تباين المقدر بينقص وبيوصل للصفر. طيب على سبيل المثال، على سبيل المثال عندي على إن أنا حسبت الـ X bar هو مقدر غير متحيز ومتسق لمتوسط المجتمع ميو. ليه بقول على الاكس بار ان هو مقدر غير متحيز ومتسق لمتوسط المجتمع ميو؟ تفتكروا هل هو فعلا بيتوافر فيه الخصائص اللي تخليني اقول عليه غير متحيز ومتسق؟ احنا قلنا تعريف عدم التحيز ان توقع المقدر المحسوب من العينة يساوي
قيمة المعلومة الحقيقية للمجتمع. طب هل توقع الاكس بار بيساوي ميو؟ اه فعلا توقع الاكس بار بيساوي ميو. احنا قلنا لو جبنا توزيع الاحتمالي للاكس بار، دايما التوزيع الاحتمالي للاكس بار هنقدر نحسب منه التوقع بتاع الاكس بار، وقلنا ان دايما توقع الاكس بار بيساوي ميو، ودي اول حاجة هتخليني اقدر اقول ان فعلا الاكس بار مقدر غير متحيز. طيب ليه الاكس بار مقدر متسق؟ ليه هقدر اوصفه ان هو مقدر متسق لمتوسط المجتمع ميو؟ هل بتتوافر فيه معنى الاتساق ان تباين المقدر بيتناقص الى الصفر مع زيادة حجم العينة ان؟ تعالوا نبص كده على الصيغة بتاعة الفارينس الاكس بار. احنا قلنا من التوزيع الاحتمالي للاكس بار هنقدر نوصل ان الفارينس الاكس بار بيساوي سيجما تربيع على ان، اللي هي تباين المجتمع الحقيقي على ان، اللي هي حجم العينة. طيب هل التباين بتاع الاكس بار بينقص للصفر مع زيادة حجم العينة؟ بصوا كده، هي الان هنا موجودة عندي في المقام، معنى كده ان انا كل ما هكبر حجم العينة هيصغر عندي الفارينس بتاع الاكس بار. طب هل هيوصل للصفر؟ اه ممكن يوصل للصفر مع زيادة حجم الان، حجم العينة لو وصل لما لا نهاية كبر جدا، هيبقى الفارينس بتاع الاكس بار بيساوي صفر. ومن هنا قدرنا نقول ان الفارينس بتاع الاكس بار بيتناقص الى الصفر مع زيادة حجم العين، وبالتالي اقدر اقول ان الاكس بار هو مقدر متسق لمتوسط المجتمع. عيوب التقدير بنقطة: التقدير بنقطة بيعطي قيمة واحدة معتمدة على عينة واحدة، وده عيب في حد ذاته، لان انا دلوقتي لو سحبت عينة هطلع لها مثلا متوسط الاكس بار بتاع العينة الاولى، هيبقى مختلف عن الاكس بار لو انا سحبت عينة تانية، وده عيب من عيوب التقدير بنقطة، ان انا بيطلع لي قيمة واحدة، او ان هو بيعتمد على قيمة واحدة فقط محسوبة من عينة واحدة فقط، يبقى ده اول عيب. تاني حاجة ان القيمة المحسوبة من اللي هي احصاء العينة المحسوبة من العينة المسحوبة غالبا لا تساوي المعلومة الحقيقية في المجتمع التي نريد تقديرها. ليه؟ لان احتمال ان يساوي المتغير المتصل قيمة معينة يساوي صفر. المتغير المتصل بتاعي اللي هي الظاهرة بتاعتي، ولتكن الطول، الوزن، الدخل، دي متغيرات متصلة، احتمال ان المتغير المتصل بتاعي يساوي قيمة محددة هو بيساوي صفر، لان المتغير المتصل احنا عارفين من الخصائص بتاعته ان احتمال ان المتغير بتاعنا يساوي قيمة معينة ده بيساوي صفر. لكن اقدر احسب ان المتغير المتصل بيتراوح قيمته بين قيمتين او اكبر من قيمة معينة اصغر من قيمة معينة، لكن يساوي قيمة محددة ده احتمال بيساوي صفر بالنسبة للمتغير المتصل. طيب ثالث عيب من العيوب اللي عندنا هي انه لا يعطي معلومات عن مدى قرب هذه القيمة أو النقطة المحسوبة من العينة للمعلمة المراد تقديرها. يعني هو بس بيحسب إحصاء العينة وبيقول إن يبقى إحصاء المجتمع بيساوي القيمة دي، ده تقدير بنقطة، لكن مش بيقول لي قد إيه الإحصاء العينة قريب أو بعيد قد إيه من المعلمة الحقيقية للمجتمع. طيب عيب كمان موجود عندنا من عيوب التقدير بنقطة هو أنه لا يتأثر التقدير بزيادة حجم العينة. يعني لو أنا سحبت عينة حجمها 10 وحسبت لها الإكس بار وقلت ان يبقى معلمة المجتمع بتساوي الاحصاء المحسوب من العينة، مش هيتأثر معايا التقدير لو انا حسبت، يعني لو انا سحبت عينة اكبر من 10 مفردات وخدت مثلا عينة حجمها 20، حسبت الاكس بار وقلت يبقى المتوسط بتاع المجتمع بتاعي بيساوي الاحصاء المحسوب من العينة اللي حجمها 20، مش هيفرق معايا التقدير في الحالة دي، هو كده كده الميو هاخدها كتقدير بنقطة بتساوي الاكس بار المحسوب من العينة سواء كانت صغيرة او كبيرة. النوع الثاني من التقدير هو التقدير بفترة أو الـ interval estimation. التقدير بفترة ثقة يعطي فترة من القيم المحتملة للمعلمة بناء على نتائج عينة واحدة فقط. يعني أنا بيبقى عندي في معلمة في المجتمع أنا مهتمة بتقديرها، بسحب عينة من المجتمع، والعينة ديت ببتدي إن أنا من خلال معلومات معينة باخدها من العينة بقول إن المعلمة بتاعة المجتمع تتراوح بين قيمتين، الحد الأدنى وحد أعلى، وهي دي عبارة عن التقدير بفترة ثقة للمعلمة الخاصة بالمجتمع. وهو يعطي التقدير بفترة يعطي معلومات عن مدى القرب من القيمة الحقيقية في المجتمع بشكل احتمالي، بمعنى إن أنا بقدر بشوف من خلال فترة الثقة ديت بشوف قد إيه المعلومات اللي هتديها لي فترة الثقة، بشوف قد إيه الإحصاء المحسوب من العينة مدى قربه من القيمة الحقيقية للمعلمة الخاصة بالمجتمع بشكل احتمالي،
مثال زي ما هنقول مثلا فترة الثقة للمتوسط باحتمال قدره 95% هي 50 إلى 70، يعني الفترة الثقة الموجودة عندي الحد الأدنى ليها 50 والحد الأعلى ليها 70، والاحتمال المحسوبة بفترة الثقة دي 95%، يعني درجة الثقة اللي أنا حاسبة بيها فترة الثقة دي 95%. بدرجة ثقة 95% المعلومة الحقيقية للمجتمع اللي هي الميو موجودة بين القيمتين 50 و70. هنعرف دلوقتي مع بعض مقدمة عن تكوين فترة الثقة. عرفنا من قبل كده إن المتغير، لو كان عندي متغير عشوائي X له توزيع طبيعي، ومعروف المتوسط ليه إنه ميو، ومعروف إن انحراف المعياري هو سيجما، أو حتى إذا كان X له توزيع غير طبيعي ولكن حجم العينة أكبر من 30. كنا درسنا الحالات دي الخاصة بالتوزيع المعينة للإكس بار، وقلنا في حالة إذا كان التوزيع المتغير العشوائي الأصلي الموجود عندي له توزيع طبيعي ومتوسطه ميو وانحرافه المعياري سيجما، أو حتى إذا كان إكس له توزيع غير طبيعي أيا كان التوزيع المتغير بتاعي بس حجم العينة كبير أكبر من 30. في الحالتين دول كنا اتعلمنا في توزيعات المعاينة يبقى الإكس بار له توزيع طبيعي، هي كمان هيكون ليها توزيع طبيعي. الإكس بار متوسط العينة هيكون ليه توزيع إكس بار، هيكون ليه توزيع طبيعي بمتوسط ميو، والتباين هو عبارة عن سيجما تربيع على N، يعني متوسط الإكس بار هيكون هو متوسط المجتمع، وتباين الإكس بار هو عبارة عن تباين المجتمع على حجم العينة، وبالتالي قدرنا نحصل على القيمة المعيارية بالصيغة اللي قدامنا دي، اللي هي القيمة المعيارية اللي هي الزد بتساوي إكس بار ماينس الميو على سيجما على جذر N. الإكس بار هو متوسط المحسوب من العينة، والميو هي المتوسط الحقيقي للمجتمع، والسيجما هي الانحراف المعياري للمجتمع، والN هي حجم العينة المسحوب. هنتكلم دلوقتي عن تكوين فترة ثقة للمتوسط. مثال في حالة المجتمع له توزيع طبيعي بتباين معلوم، يعني احنا عارفين معلومة ان المجتمع له توزيع طبيعي بيتبع normal distribution، والسيجما تربيع اللي هي تباين المجتمع معروف قيمتها هي قد ايه. طيب لو عايزين نجيب probability ان الزد محصور ما بين القيمة negative 1.96 و 1.96 دي، لو عايزين نجيبها هنلاقي ان هي بتساوي 0.95، 95%. طب ده ازاي؟ لو عايزين نتأكد من الاحتمال دوت بنجيبه ازاي؟ لو مطلوب مني اجيب الاحتمال دوت، دي البداية اللي احنا هنبتدي بيها عشان نشوف فترة الثقة بتتكون ازاي. فبداية احتمال ان الزد محصور بين القيمتين دول هي قيمة سالبة وقيمة موجبة، المفروض ان انا هجيب ان الاحتمال ده بيساوي احتمال ان الزد من سالب 1.96% لزيرو بلس احتمال ان الزد من زيرو لواحد 96%، وطبعا بالتماثل احتمال ان الزد من سالب 1.96% وصفر هي هي نفس قيمة احتمال ان الزد من صفر لواحد 96%، فكأني هنا بجيب 2 في احتمال الزد من صفر لواحد وستة وتسعين من مية. طب احتمال ان الزد من صفر لواحد وستة وتسعين من مية لو بحثنا عنها في جدول التوزيع المعتدل القياسي هنشوف عند 1.9 وعند 6%، ونشوف الاحتمال الموجود ما بين القيمتين دول كده لما نبحث عنهم في الجدول. احنا طبعا خدنا طريقة البحث في جدول المعتدل القياسي، بشوف الصف اللي على الجانب الايسر، العمود اللي موجود على الجانب الايسر القيمة اللي هي 1.9، وبشوف من فوق عند 6% الموجودة في الصف الموجود فوق خالص في الجدول، وبنزل بيهم واشوف الاحتمال هلاقيه حوالي 0.475، لما نعمله باي 2 هيطلع 95%. تمام، يبقى احتمال الزد من سالب 1.96% لواحد وستة وتسعين من مية بيساوي 95%. دلوقتي الزد هي عبارة عن القيمة المعيارية، فأقدر أشيلها وأحط ما يعادلها اللي هو الإكس بار ماينس ميو على سيجما على جذر إن دوت اللي هو الزد. تمام؟ طيب لو أنا عايزة أتخلص هنا من السيجما على جذر إن هعمل إيه؟ هضرب المتباينة دي كلها في سيجما على جذر إن، يعني هضرب هنا في سيجما على جذر إن، وفي النص هنا في سيجما على جذر إن، وهنا في سيجما على جذر ان، وبالتالي الجزء اللي في النص اللي هو الاكس بار ماينس ميو على سيجما على جذر ان لما يتضرب في سيجما على جذر ان هيفضل لي منه الاكس بار ماينس ميو. وهنا في الجانب الايسر من المتباينه
هيظهر لي سيجما على جذر ان، والناحية التانية كمان هيظهر لي سيجما على جذر ان. تمام، هيبقى عندي الجزء اللي في النص هو الاكس بار ماينس ميو، والجانب الايسر من المتباينة اللي هو سالب 1.96 في سيجما على جذر ان، والجانب الايمن اللي هنا اللي هو 1.96 مضروب في سيجما على جذر ان. طبعا كل دوت الاحتمال عندي ما بيتغيرش اللي هو 95%. تمام، لو اتخلصت هنا من الاكس بار، عايزه اتخلص من الاكس بار اللي هنا موجوده اللي في النص دي، اكس بار ماينس ميو، انا عايزه اتخلص من الاكس بار، هعمل ايه؟ دي متباينه موجوده عندي، هعمل هنا ماينس اكس بار، وطبعا زي ما هعمل هنا ماينس اكس بار هعمل في الجانب الايسر وفي الجانب الايمن من المتباينه، فكأن هنا الجانب الايسر هيبقى سالب 1.96 في سيجما على جذر ان ماينس اكس بار، وهنا الجزء اللي في النص لما اعمله ماينس اكس بار، الاكس بار هتختفي، هيفضل لي منها ايه؟ سالب ميو، هي دي اللي ظاهره هنا. تمام، الجانب الايمن من المتباينه اللي هو سالب 1.96 من سوري اللي هو بوزيتيف بقى موجب 1.96 مضروب في سيجما على جذر ان هيبقى ماينس اكس بار هتظهر فيه هنا، ده هيساوي 95%. طيب انا عايزه الميو ديت ما تبقاش سالب ميو، انا عايزاها ميو بس، انا هدفي من البدايه اشوف ازاي بكون فتره ثقه للميو، ازاي بجيب الحد الادنى والحد الاعلى للميو، عايزه اشوف الحد الادنى والحد الاعلى لفتره الثقه. طيب عايزه الميو لوحدها، مش عايزاها سالب ميو، عايزاها ميو بس، هعمل ايه بقى؟ هضرب المتباينه كلها في سالب، بس نلاحظ ان احنا لما بنضرب المتباينه في سالب المفروض ان المتباينه اتجاهها بيتغير، فمع الاخذ في الاعتبار ان انا هنا هضرب في قيمه سالبه والمتباينه شكلها هيتغير، او يعني الاتجاهات بتاعتها بدل ما هي هنا اكبر وهنا اصغر، لا هتبقى العكس، فهنثبت المتباينه بتاعتنا بعد ما نضرب في سالب واحد، فهيبقى عندي هنا الجانب الايسر هو اكس بار ماينس 1.96 مضروب في سيجما على جذر ان، والجانب الايمن هيبقى اكس بار بلس 1.96 مضروبه في سيجما على جذر ان، وطبعا هنا في النص عندي هيبقى الميول لوحدها، الاحتمال دوت بيساوي 95%. يبقى انا كده كونت فتره ثقه للمتوسط اللي هو ميو في حالة المجتمع له توزيع طبيعي وتباين معروف. المثال اللي احنا عرضناه دلوقتي يعني انه اذا سحبنا عينة حجمها n سمول، وحجم العينة اذا سحبناها من مجتمع له توزيع طبيعي normal distribution بانحراف معياري معلوم سيجما، فاننا متأكدون انه بدرجة ثقة 95% متوسط المجتمع الحقيقي، القيمة الحقيقية لمتوسط المجتمع اللي هي ميو، يقع بين قيمتين، الحد الأدنى لمتوسط المجتمع هو x بار ماينس 1.95 مضروبة في سيجما على جذر n، ده الحد الأدنى لفترة الثقة، والحد الأعلى لفترة الثقة هو x بار بلس 1.95 مضروبة في سيجما على جذر n. يبقى معنى كده ان انا لو سحبت عينة حجمها n small من مجتمع وكان معروف ان المجتمع ده ليه normal distribution بانحراف معياري معلوم هو سيجما، فاننا متأكدون بدرجة ثقة 95% ان متوسط المجتمع اللي هو الميو يتراوح بين القيمتين اللي احنا قلنا عليهم، الحد الادنى x بار ماينس 1.96 سيجما على جذر n، والحد الاعلى x بار بلس 1.90 مضروبه في سيجما على جذر ان. طيب هنلاحظ الفرق بين الحد الادنى والاعلى، ان انا عندي هنا دايما الاكس بار موجوده، مره بطرحها ناقص حد معين ومره بلس نفس الحد، فسهل جدا ان انا اقدر اجيب فتره الثقه، لازم بس في معلومات معينه ببقى محتاج اعرفها، هو الاكس بار اللي بحسبه من العينه، وببقى محتاج اعرف السيجما اللي هو الانحراف المعياري للمجتمع، وببقى محتاج اعرف ان اللي هي حجم العينه، وبمنتهى البساطة أقدر أعوض بالقانون دوت علشان أجيب الحد الأدنى للميو والحد الأعلى للميو، مع العلم إن أنا هنا معتمدة على درجة ثقة اللي هي 95% أو 95%. معنى كده إن أنا كل ما هغير درجة الثقة هغير الجزء اللي هو بتاع 1.96، هي دي اللي هتتغير من هنا، وبالتالي هتتغير من هنا، هتتغير من الحد الأدنى وهتتغير من الحد الأعلى. ال 1.96 دي في حالة لو استخدمت درجة ثقة 95%، معظم الأحوال احنا بنستخدم درجة ثقة 95%، لكن إذا كانت درجة الثقة الموجودة عندنا
90% أو 99% أو 98% أيا كان درجة الثقة اللي بنعتمد عليها في السؤال، بنغير الجزء اللي هو مرتبط بيها في حساب الاحتمال اللي هو زي ما قلنا هنا 1.96%، سواء في الحد الأدنى أو في الحد الأعلى. طيب بصفة عامة، فإن الاحتمال الذي تم استخدامه في حساب فترة الثقة، الاحتمال اللي استخدمناه في حساب فترة الثقة ده بنسميه درجة الثقة، بنرمز ليه بالرمز 1-ألفا. يعني 1-ألفا في السؤال بتاعنا هنا كان 95% أو 95%، حيث ألفا بقى بنسميها إيه؟ بنسميها احتمال الخطأ في تقدير معلمة المجتمع، اللي هي احتمال عدم التأكد. يعني أنا متأكد بدرجة ثقة 95% إن متوسط المجتمع موجود بين الحد الأدنى والأعلى. في نسبة خطأ أو احتمال خطأ اللي هو بنسميه الألفا، وهو عبارة عن إن تقدير معلمة المجتمع يكون خطأ، أو في خطأ حصل في تقدير معلمة المجتمع، أو هو احتمال عدم التأكد، ده بنسميه الألفا. طيب القيمة 1.96% اللي احنا قلنا عليها وأشرنا ليها في المثال السابق، يرمز ليها بالرمز زد ألفا على الاتنين. طيب الألفا عندنا في المثال بتاعنا اللي احنا شرحناه دلوقتي، إذا كانت درجة الثقة 95% أو 95%، فمعنى كده إن الألفا هتساوي كام؟ هتساوي بقية 100% أو بقية الواحد، يعني هي 5% أو 5 من 100، تمام. وهي عبارة هنا هو قلنا إن القيمة 1.96% في المثال بتاعنا نرمز ليها بالرمز زد ألفا على الاتنين، وهي عبارة عن قيمة زد من جدول التوزيع الطبيعي القياسي والتي تناظر احتمال قدره ألفا على الاتنين على يمين التوزيع. يعني الجزء اللي على يمين لو رسمنا شكل التوزيع المعتدل القياسي، فاحنا بنقسم التوزيع عندنا لجزئين، جزء بعد الصفر وجزء قبل الصفر. طيب القيمة زد ألفا على الاتنين بتاعتنا اللي هي 1.96%، معناها إن الجزء المظلل بعد النقطة 1.96% هيساوي تناظر ألفا على الاتنين. يعني الألفا بتاعتنا هنا في السؤال 5 من 100، يبقى 5 من 100 على الاتنين اللي هي 25 من 1000. يعني المساحة المرسومة على المنحنى بعد القيمة 1.96% إلى ما لا نهاية، المساحة المظللة تحت المنحنى بتساوي 25 من 1000. وبكده نكون اتغردنا النهارده في أول محاضرة عن التقدير لمعنى التقدير، وخدنا مع بعض الفرق ما بين التقدير بنقطة والتقدير بفترة، وعرفنا إيه هي خصائص المقدر الجيد. عرفنا إن من أهم خصائص المقدر الجيد هي خاصية عدم التحيز وخاصية الاتساق، وعرفنا إن الإكس بار يعتبر مثال لمقدر غير متحيز ومتسق لمتوسط المجتمع، وده لأنه بيحقق الشروط الخاصة بعدم التحيز والاتساق. وخدنا كمان عيوب التقدير بنقطة، وقلنا إن التقدير بفترة بنستخدمه لأن هو يعني بيتلاشى العيوب اللي موجودة في التقدير بنقطة. عرفنا كمان مقدمة عن تكوين فترة الثقة، واتكلمنا عن تكوين فترة الثقة لمتوسط المجتمع اللي هو ميو، وقلنا الفكرة الأساسية اللي بيعتمد عليها تكوين فترة الثقة إن أنا بيبقى عندي درجة ثقة معينة، ومن خلال درجة الثقة دي ببتدي أحسب الحد الأدنى والحد الأعلى اعتمادا على المعطيات اللي موجودة عندي في السؤال. لازم يكون عندي في الوسط الحسابي المحسوب من العينة، لازم يكون في عندي حجم العينة، لازم يكون في عندي معلومة عن تباين المجتمع، وده المثال اللي احنا ابتدينا بيه حالة المجتمع اللي له توزيع طبيعي وتباين معلوم، وعرفنا ازاي بنكون له فترة ثقة لمتوسط المجتمع في الحالة دي. وبكده نكون غطينا أول جزء من باب التقدير اللي هو الباب السابع في كتاب مقدمة في الطرق الإحصائية، وإن شاء الله المرة الجاية هنكمل في الباب الخاص بالتقدير الحالات المختلفة اللي ممكن تقابلنا في تقدير فترة ثقة لمتوسط المجتمع. شكراً.